اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحي القيوم. السؤال: ما حكم أخذ الحبوب المانعة من نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملا ومن غير اللجوء إلى القضاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالرأي المعتبر بقاء المرأة على طبيعتها من غير استعمال حبوب تأخير الحيض تقصدا لأداء رمضان، وهي مأجورة في تعبدها لله بترك الصيام وغيره من العبادات لمانع الحيض الذي قدره الله تعالى لها، ولا يفوتها الأجر إن شاء الله، ثم تتعبد الله تعالى بالقضاء، علما أن باب الذكر مفتوح لها في أيام حيضتها، وهو من أفضل الأعمال، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحواله. وفي حالة ما إذا استعملت الحبوب وصامت صح صومها ولا يلزمها قضاء ولا مطالبة، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.